إذن تحية نضالية عالية، تحية المجد والخلود من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تحية الإجلاء والعز لكل الأساتذة والأستاذات والإطارات النقابية الحاضرة في هذه الوقفة، تحية الإجلاء والعز كذلك لكافة الحناجر الصادحة ولكافة الأطر الإدارية والتربوية المناضلة من أجل إسقاط مخطط التعاقد ولتحقيق كافة مطالب الشغيلة التعليمية. إذن استمرارا للمعارك النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للمطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، نلتقي اليوم بذكريات أكتوبر المجيد، بذكريات أول إضراب وطني تخوضه التنسيقية الوطنية يوم 22 أكتوبر 2018، وكذلك بذكريات السنة الماضية لإضرابات أكتوبر يوم 23 و24 ليومين متتاليين. واليوم نلتقي مجددا بهذا اليوم لافتتاح المعركة أو الموسم النضالي بإضراب وطني ليومين 6 و7 أكتوبر مع أشكال احتجاجية موازية على الصعيد الإقليمي. واليوم على جهة الداخلة وادي الذهب نتفق على وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لكل من التنسيقية الوطني للأساتذة الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك التنسيقية الإقليمية لموظفي حاملي الشواهد بالمغرب، وكذلك الإطارات النقابية لفئة لفئة سيدتي ونمتم وإمتي وإجتئم. إذن لكي لا أطيل في النقاش أترك الكلمة الأولى باسم التنسيقية الوطنية، ثم بعد ذلك باسم التنسيقية الوطنية لحامل الشواهد، ثم باسم التنسيق الثلاثي سيدتي FNE FDT، وكلمة أخرى وأخيرة باسم التنسيق الثلاثي UNMTM وكذلك UMT وJTM. تحية فليتفضل التنسيقية الوطنية. تحية نضالية عالية وعالية جدا من داخل إطارنا العتيد والصامت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. تحية العزة والكرامة لكل الشرفاء والشريفات، تحية لكل الأحرار في ربوع هذا الوطن الجريح، تحية كذلك للنقابات التعليمية الداعمة والمنساندة والمنخرطة في الخطوة التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. أولا نعلن تضامنا المبدئي واللامشروط مع إخواننا الأساتذة حامل الشواهد لما تعرضوا له الأمس من تنكيل ومن قمع من طرف القوى القمعية. كيف يقال أن الأستاذ في يوم تكريمه يقوم هذا النظام بتكريمه وهذه الوزارة بتكريمه بالقمع والتنكيل بأجساد الأساتذة حاملي الشواهد بجميع الوقفات التي جسدها على مختلف أقطاب. نحيي كذلك جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لصمودهم والاستمرارهم في المعركة النضالية، والمجد والخلود لشهيد القضية أبونا عبد الله حاجيلي شهيد المدرسة العمومية الذي اغتالته قوى القمع الرجعية في الرباط، لا لشيء إلا لأنه ذهب مساندا لنا وتنقل مساندا للشغيلة التعليمية من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. ذهب بطبيعة الحال على الأقدام ورجع إلى مسقط رأسه محمولا على الأكتاف. وأنا كذلك ومن هنا ومن هذا المنبر نؤكد أننا لازلنا على وصية أبونا، لازلنا مستمرون في معركتنا حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع، ألا وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. والحاجين خلوا صية وتناسل عرقاضية، حاجين خلوا صية وتناسل عرقاضية، حاجين خلوا صية وتناسل عرقاضية. وحتى لا يفوتني كذلك ولا أنسى أن أعلن تضامني المبدئي واللامشروط مع إخواني المنسقين والمنسقات على الصعيد الوطني
لما يتعرضون له من ترهيب ومن استهدافات مباشرة ومن محاكمات سوريا، ولعل أبرزهم ما تتعرض الأستاذة منسقة جهاد الشرق الأستاذة سهام المقريني من محاكمات سوريا ظالمة لا لشيء إلا لأنها نقامت بنشر البيان الوطني للمجلس الوطني الداعي للإضراب ليتم بذلك استدعاؤها. ومن هذا المنبر نقول لهم إن استدعيتم سهام المقريني فكذلك أنتم تستدعون وتستهدفون التنسيقية الوطنية بجميع أساتذتها وأستاذاتها المناضلات والشريفات. يأتي هذا الشكل النضالي الراقي والراقي جدا بدعوى من التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالجهة وانسجاما مع خلاصات البيان أو بيان المجلس الوطني الأخير والمدعم كذلك من التنسيقيات الجهوية المنخرطة والداعمة للخطوة النضالية. يعتبر اليوم ويوم غد إضراب إنذاري، وأسطر بالسطر الغليظ على كلمة إنذاري لأننا في بداية موسم نضالي جديد. لقد تراجعنا في مدة ليست بالقصيرة لإعطاء لهذه الوزارة فرصة من أجل أنها تقوم بحلحلة الملف، واحتراما منا كذلك للظروف التي تعيشها البلاد جراء الوباء اللعين الذي أصاب كذلك البلدان العالم. ونؤكد من هذا المنبر أننا تراجعنا لا يعني أننا نسينا قضيتنا، وإنما فقط احتراما كما قلت للاحترازات وللحجر الصحي الذي كان في بلادنا. ومن هذه المحطة نعلن أننا معركة مستمرة، معركتنا لا زالت قائمة، وهذه ليست إلا البداية. فكيف يعقل أن الوزارة ما يقارب العام لم تقم التنسيقية لا بإضرابات ولا بوقفات ولا بمعتصمات؟ فماذا قامت هذه الوزارة؟ ما الذي قامت به؟ قامت بالزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهذا يبين بالملموس أن وزارة